جد مهم ديال الاغلبيه، لقاء بين القيادات ديال الاحزاب والبرلمانيين والمستشارين. كانت اولا شي حاجه اللي خصنا نبدا نذكروا بها انه جميع المحطات الاستشاريه والتشاوريه والا هي محترمه داخل الاغلبيه، وهذا كيبين على التماسك ديال الاغلبيه والعمل ديالها اللي جدي في اي يعني دخول برلماني ولا سياسي ولا كاين شي ايفينمون اللي هو ماجور، والا الاغلبيه يعني كتكون دائما موجوده وكيكون تشاور. اليوم استمعنا للساده ورؤساء الفرق ديال البرلمان بجوج، كاين استفاده، كانت مناسبه كذلك باش نتكلموا على مشروع الماليه. مشروع الماليه له يعني واحد العدد ديال الايجابيات، ولا سمحتوا لي نذكر فقط جوج ولا ثلاثه، انه كيكرس الدوله الاجتماعيه. الدوله الاجتماعيه باقا كاينه وتزادها الامكانيات اكثر باش يعني في هذه السنوات، هذه السنه ديال 2025 ملي كنقولوا الدوله الاجتماعيه فهي الصحه، فهي التعليم، فهي الدعم الاجتماعي، فهي السكنه، واحد العدد ديال 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 لي سيكتور اللي هما جد مهمين واللي كيمسوا المواطن. هذا التكريس ديالو في 2025، وكذلك الرونفورسمون ديالو عطيناه امكانيات اكثر. ثانيا الاستثمار باش تحل يعني تكون المعادله ديال يعني الشوماج، باش نحاولوا يعني نواكبوا الاستثمار لمحاربه يعني الشوماج في المستقبل، وهذا كذلك حتى هو امكانيات اللي هي جد مهمه. نقطة أخرى واللي كتهم المواطنين يعني في جميع المناطق وفي جميع المدن، وكتهم كذلك لي كومون في جميع المناطق، أنه هذه سنين كتعرفوا من نهار اللي تعملت التيفيا كانت في التحديد ديالها هي 30% ديال السقف ديال التيفيا اللي كيمشي لي كومون. الآن مشروع المالية يعني خدا بعين الاعتبار الطلبات ديال الرؤساء والامكانيات اللي هي محدوده في هاد لي كومون، وجاب واحد المشروع اللي جابته وزاره الداخليه واللي غادي يوصل 32% ديال لي غوسيت ديال التيفيا اللي غادي يمشيو لهاد لي كومون، وهذا شيء ايجابي لان اللي كيهمنا هو يكون واحد الدعم ديال لو سيرفيس لا بوبيلاسيون يعني في المناطق وخصوصا في المناطق القويه. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.